نشكركم مستمعينا اينما كنتم سواء داخل المغرب او لا خارجه على اثير اذاعتنا R212 لا ويب راديو دي ماروكان دو موند، اول اذاعه في الويب موجهه خصيصا لمغاربه العالم. فقرة فاشن ويك مستمعينا كرفقكم في اطلاله في اخر ما وقع في عالم الموضه والازياء واللايف ستايل. لعل أبرز كابوس يظل مرافقا لنا بعد رمضان هو عدم القدرة على استرجاع سير ساعات النوم بشكل طبيعي. هذه الإشكالية تخلق توترا واضطرابا عويصا عند الكثير من الناس، خاصة الذين يستيقظون في الصباح الباكر من أجل الدراسة أو العمل. لهذا السبب سأقترح عليكم مستمعين مجموعة من النصائح الصحية التي ستساعدكم على إعادة ضبط نومكم بشكل هادئ ومريح. لكن بداية دعونا نتعرف على ما هي الساعة البيولوجية وكيف تعمل وتؤثر على جسم الإنسان. تعتبر الساعة البيولوجية نظاما داخليا يتحكم في العديد من الوظائف الحيوية للإنسان، مثل النوم والاستيقاظ والهضم وإفراز الهرمونات وحتى مستويات الطاقة والأداء العقلي والجسدي. تعتمد الساعة البيولوجية على توازن الهرمونات والإشارات العصبية داخل الجسم، كما أنها تتأثر بعوامل مختلفة مثل الضوء والظلام والأنشطة اليومية والعادات الغذائية والتوتر، وتساهم إما في ضبط أنشطة الجسم وتوقيتها بشكل دوري أو عدم توازنها. ومن أهم عناصر الساعة البيولوجية هو هرمون الميلاتونين الذي يفرز في الغدة الصنوبرية في المخ، الشيء الذي يساهم في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، كما أن تغيرات في مستويات الضوء تؤثر على إفراز هذا الهرمون، حيث تزيد الإشارات الضوئية في النهار من إفرازه، فيما ينخفض في الظلام للمساعدة في الاستعداد للنوم. طرق صحية لإعادة ضبط الساعة البيولوجية. هناك عدة طرق صحية يمكن اتباعها لإعادة ضبط الساعة البيولوجية وتعزيز نوعية النوم والاستيقاظ. من بين أبرزها: أولاً، تحديد جدول زمني منتظم للنوم والاستيقاظ. حاول أن تحافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذا يساعد على تثبيت الساعة البيولوجية وتحسين نوعية النوم. ثانياً، التقليل من التعرض للأشعة الزرقاء في المساء. يمكن أن يؤثر الضوء الأزرق الذي ينبعث من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية على إفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم. لذلك حاول الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم أو استخدم الوضع الليلي الذي يقلل من إشعاع الضوء الأزرق. ثالثاً، الحفاظ على بيئة مناسبة للنوم. اجعل غرفة النوم مريحة ومظلمة، استخدم ستائر مظلمة لمنع دخول الضوء، وتجنب ما أمكن الضوضاء وتشويشات الخارجية. رابعاً، تجنب المنبهات الصوتية العالية. قم بضبط المنبه على صوت هادئ، وتجنب المنبهات الصوتية العالية التي قد تصحبها صدمة أثناء الاستيقاظ. وأخيراً، حاول تجنب تناول وجبات دسمة قبل النوم وتجنب الكافيين والكحول، حيث يمكن أن يؤثران بشكل سلبي على نوعية النوم. بهذا مستمعينا نكون وصلنا لنهاية فقرة كيرويك، رفقة ممتعة مع باقي برمجة R212 لا ويب راديو دي ماروكان دو موند.